أبو رافع لا يكذب في نوم ولا يقظة. لهذا المثل قصة طريفة رواها الإمام الفاضل شهاب الدين أحمد المعروف بابن عبد ربه الأندلسي في كتابه العقد الفريد، وهو يحكي عن رؤية امرأة أبي رافع له في الحلم وحديثها معه. وفي التراث القديم كان هناك اختلاط بين الرؤى والواقع واحترام لوصايا الموتى. وقصة المثل أنه يحكى أن امرأة أبي رافع رأته في نومها بعد موته فقال لها: أتعرفين فلانا الصيرفي؟ قالت: نعم يا أبا رافع. فأخبرها أن له عليه 200 دينار. فلما استيقظت من نومها ذهبت إلى الصيرفي الذي أخبرها عنه زوجها وسألته عن 200 دينار، فقال لها: رحم الله أبا رافع، والله ما كان بيني وبينه أي معاملات مالية قط. فذهبت بعدها لمسجد المدينة فوجدت بعضا من مشايخ آل أبي رافع المشهود لهم بالصدق والصلاح، فقصت عليهم ما رأت وأخبرتهم بما حدث مع الصيرفي وإنكاره لأخذ المال من أبي رافع، فقالوا لها: ما كان أبو رافع ليكذب في نوم ولا يقظة، قومي من فورك الآن واذهبي إلى السلطان وقدمي شكواك ونحن نشهد عليه، وإن كان عليه مال سيدفعه. فلما علم الصيرفي بعزم القوم على الشهادة ضده أدرك أنه لا مفر من الدفع ورد المبلغ، فذهب إليهم وطلب منهم أن يصلحوا بينه وبين امرأة أبي رافع، فقالوا له: ونعم ما قلت، أعطها نصف المال 100 دينار من 200 التي طلبت. فقال لهم: فليكن هذا، لكن بشرط أن تكتبوا بيني وبينها وثيقة. فقالوا: وكيف تكون الوثيقة؟ قال: تكتبون فيها أنها قبضت مني 100 دينار صلحا عن 200 التي ادعاها أبو رافع في نومها، وأنها قد أبرأتني منها، وتشترط على نفسها في الوثيقة ألا ترى أبا رافع في نومها مرة أخرى حتى لا يدعي علي غير هذين 200 دينار في رؤية أخرى تراها، ثم تجيء بفلان وفلان ليشهدا لها ومعها على ذلك. فلما سمعوا منه ما أراد أن يكتبه في الوثيقة أدركوا سوء نيته، وأنه قد يكون فعلا مدينا لأبي رافع بأكثر من هذا، فقالوا له: قبحك الله وقبح ما جئت به، والله ما كان أبو رافع ليكذب في نوم ولا يقظة.